بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الاشبال. ان شاء الله في الجزء الاخير هيكون ضيف النهارده اللي مشرفني ومنورني كابتن معتز اينو، نجم الاهلي السابق والمدرب العام لفريق 2005. ما شاء الله عندنا فريق 2005 في النادي الاهلي بيلعب بطوله منطقه القاهره وايضا بيحقق العلامه الكامله زي الفريق الاول بالظبط. قبل ما نروح لفقره اخبار الناشئين في الصحف في المواقع، ما شاء الله النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته في دوري 2019-2020 بعنوان مين يقدر على الاهلي. النادي الاهلي يحقق العلامه الكامله، 12 مباراه ب 12 فوز، 36 نقطه. ما شاء الله النادي الاهلي بيحرز 35 هدف وعليه هدفين، مستوى ثابت من اللاعبين وايضا من الجهاز الفني. ما شاء الله يعني نتائج وارقام تحقق لاول مره في تاريخ النادي الاهلي. لازم نثني على اللاعبين، نثني على الجهاز الفني على تحمل المسؤوليه، وايضا النهارده ظهرت روح الفانيلا الحمراء وده درس للناشئين. وانت بتلعب ناقص وتسجل الهدف الثاني، دروس مستفاده ايضا للناشئين من خلال مباراه اليوم النادي الاهلي ونادي المقاولين العرب. النهارده كانت مباراه قمه، النهارده النادي الاهلي متصدر بطوله الدوري الممتاز ونادي المقاولين العرب الوصيف. بفوز النادي الاهلي النهارده على المقاولين بيمهد الطريق لنادي الزمالك علشان يحتل المرتبة الثانية أو يحتل المركز الثاني. نادي الزمالك أيضا عنده رقم يعني لم يسبقه أحد به، أن هو يحقق المركز الثاني 33 مرة في طريقه للمرة 34. قبل ما نروح ونتكلم عن أخبار الناشئين، أيضا النهاردة كان في لقطة حلوة، لقطة مبهجة، لقطة تدعونا كلنا للفخر. النهارده في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، محمد صلاح النهارده بيبارك له طبعا على إحراز الهدف الثاني. النهارده ليفربول بيحقق الفوز وبيحرز الهدف الثاني، نجمنا العالمي وابن مصر محمد صلاح. النهارده في لقطة تدعو للفخر لما نشوف العالم المصري موجود النهارده في مدرجات مانشستر يونايتد، زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم عالم مصر كان متواجد النهارده وكمان بكثافه في المدرجات النهارده، وكل المصريين اللي كانوا بأزروا محمد صلاح، فده اكيد شيء يدعونا للفخر. ايضا من هنا من برنامج الاشبال بنقول لكل شبل وكل ناشئ، احلم احلم وخليك زي محمد صلاح. في يوم من الايام محمد صلاح كان زيكم، كان ناشئ، كان بيلعب في بطوله المنطقه وايضا بيلعب في بطوله الجمهوريه وتألق، وكان دايما بيرسم لي حلم. حلمه ما شاء الله النهارده بيتحقق، وكمان محمد صلاح بيكون موجود دايما في حفل الافضل في افريقيا وحفل الافضل في العالم. فعلشان كده بقول لكل شبل وكل ناشئ، احلم ودايما خليك متمسك بحلمك، ودايما احلامك ما يبقاش ليها سقف، وان شاء الله تقدر تحقق احلامك. ان فعلا عندنا مواهب، مصر مليئه بالمواهب، عندنا في قطاعات الناشئين مناجم ذهب، بس محتاجين شوية اهتمام المسؤولين في اتحاد الكرة وفي المناطق على بطولات المناطق وبطولات الجمهورية. محتاجين اهتمام شوية علشان نهتم بملاعبنا، نهتم بالناشئين، نهتم بالتغذية، بتثقيف اللاعبين، بالنواحي النفسية، ده كله عشان تعد بطل ويكون موجود في أقوى دوريات العالم. وزي نجمنا محمد صلاح محتاجين كلنا نشتغل على صناعة النجم. نروح لأول فقرات برنامج الأشبال وأخبار الناشئين في الصحف والمواقع، وهنبتديها من الموقع الرسمي للنادي الأهلي. شباب الأهلي بيتعادل مع سيراميكا 2-2، كان الكابتن عمرو أنور طبعًا أقام مباراة ودية لفريق شباب الأهلي بيجهز اللعيبة. الفترة اللي فاتت كان الدوري متوقف، بيستعد شباب الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري إن شاء الله يوم 26 يناير الجاري بالإسكندرية. ما شاء الله شباب النادي الأهلي مع الكابتن عمرو أنور بيقدم مستويات رائعة، وأيضا يتربع منفردا على صدارة ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة. وكان آخر مباراة ما بين الأهلي والزمالك في دوري الجمهورية انتهت بفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 2-1، فكل التوفيق لشباب الأهلي. هنروح لأهلي 2000 وبطولة منطقة القاهرة. أهلي 2000 أيضا ضمن استعداداته يفوز على طلخة وديا. ما شاء الله عندنا فريق 2000 بيلعب بطولة منطقة القاهرة وأيضا بيحقق العلامة الكاملة ويتصدر مجموعته برصيد 33 نقطة من 11 فوز متتالي. نروح ل 2001، أهلي 2001 اللي بيلعب بطولة الجمهورية
مع الكابتن احمد سراج المدير الفني. كان فاز النادي الاهلي على ضيف طنطا بهدفين دون رد في المباراه التي اقيمت بينهما يوم الجمعه الماضي على ملعب الاهلي بمدينه نصر، وجاءت ثنائيه الاهلي عن طريق شادي رضوان في الدقيقتين 30 و54. من موقع فيتو، نتائج الجوله 23 للجمهوريه للناشئين 2001، فوز مصر مقصه على الزمالك 2-1، وفوز اف سي مصر على المصري 2-0، فوز الاهلي على طنطا 2-0، وفوز انبي على طلائع الجيش 3-1، وتعادل الاسماعيلي مع الاتحاد تعادل ايجابي 2-2، وتعادل بيراميدز مع حرس الحدود 2-2، وتعادل الانتاج الحربي مع وادي دجله 1-1، وتعادل مقاولين العرب مع سموحه التعادل السلبي 0-0. كان الكابتن احمد سراج، الخبر اللي بعديه، كان الكابتن احمد سراج يتحدث عن فوز الاهلي على طنطا بثنائيه في دوري الجمهوريه، وكان سعيد الكابتن احمد سراج بمستوى اللاعبين وايضا بالفوز اللي حققه الفريق على ضيفه طنطا بهدفين دون مقابل، وايضا يعني الكابتن احمد سراج سعيد ايضا بعوده اللاعب احمد اشرف مره اخرى. كان احمد اشرف السنه اللي فاتت كنا بنذيع هنا على شاشه قناه النادي الاهلي مباراه الاهلي وبيراميدز، واحمد اشرف من اللاعبين المميزين في 2001، لكن للاسف كان جات له اصابه قويه رباط صليبي، فهو بدا يرجع مره اخرى لفريق 2001 وبدا يشترك في المباريات الوديه. نتمنى السلامه لكل اللاعبين وايضا لاحمد اشرف وعودا حميدا. نروح لاهلي 2002. اهلي 2002 يفوز على اكاديميه اتش اف سي 7-1 وديا، ايضا من ضمن الاستعدادات لفرق القطاع. كان الفتره اللي فاتت فتره توقف وفتره امتحانات للاعبين، فايضا اهلي 2002 بيجهز من خلال اكاديميه اتش اف سي، وفوز كبير 7-1. كان احرز اهداف الاهلي اللاعب احمد عربي هدفان، ومحمد حسن هدفان، وعلي عمر هدفان، واللاعب محمد بسيوني هدف. ايضا من موقع فيتو، الاهلي يشارك في 4 مراحل سنيه بدوره الصيد للبراعم. بطوله الصيد من البطولات القويه، اللي كان دايما بيشارك فيها النادي الاهلي. النادي الاهلي ايضا بيشارك السنه دي في بطوله الصيد. بطوله الصيد مقامه في نادي الصيد وفي ملاعب زد بمدينه الشيخ زايد. المراحل السنيه اللي تشترك في البطوله 2006 و2007 و2008 و2009 و2010. النادي الاهلي هيشترك ب4 مراحل سنيه 2007 و2008 و2009 و2010. استعداد كويس جدا للاعبين، كل الانديه بتشترك في هذه البطوله، خاصه ان النادي الاهلي دايما بيشارك فيها. عندنا لعيبه دلوقتي موجوده في الفريق الاول كان يعني خرجت واكتسبت خبرات من خلال هذه البطوله، يعني زي كريم ندفيد، زي رامي ربيعه، زي ايمن اشرف، زي رمضان صبحي، وغيرهم كتير من اللعيبه اللي كان بتشارك في هذه البطوله. والنادي الاهلي حريص بيكون احتكاك قوي، وايضا كمان يعني جوائز ماليه كبيره لما تكون بطوله مقامه بهذا الحجم وتكون الجوائز الماليه تصل الى 500,000 جنيه، فاكيد هتكون بطوله قويه. كل التوفيق للنادي الاهلي. هنقول 2007، عندنا 2007 مجموعته ضمت الاهلي والانتاج الحربي واتحاد الشرطه وسبورتنج، 2008 النادي الاهلي وادي دجله وشرقيه الدخان واتحاد الشرطه، 2009 مجموعته ضمت بيراميدز واتحاد الشرطه وسيراميكا كليوباترا، و2010 مجموعه النادي الاهلي ضمت انبي والداخليه والشرقيه الدخان. كل التوفيق للنادي الاهلي الفرق المشاركه في هذه البطوله. ايضا من موقع فيتو اللي بنحييه من هنا دايما لتغطيه كبيره دايما لاخبار الناشئين في قطاعات الناشئين، كان الدكتور، هنروح للخبر اللي بعديه، ومع منتخب 2006، منتخب 2006 منطقه القاهره، كان الدكتور محمود سعد يحاضر لاعبي منتخب القاهره 2006 استعدادا لدوره طوكيو. كان حرص الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكره ان يكون متواجد في تدريب 2006 ومحاضره لاعبي منتخب 2006 استعدادا للدوره الوديه المقامه في طوكيو 2020. كانت منطقه القاهره برئاسه الكابتن حماده الشربيني، اللي من هنا بنحييه على الجهد المبذول في المنطقه ما شاء الله، يعني منطقه القاهره وكل القائمين والعاملين فيها عاملين شغل واضح للجميع. قرر تعيين الكابتن محمد عز لاعب المقاولين السابق، اصبح المدير الفني لفريق او منتخب 2006 في منصب المدرب لمنتخب القاهره بعد اعتذار الكابتن تامر حفني. ده كانت كل اخبارنا بالنسبه لفريق شباب النادي الاهلي، بتمنى له التوفيق وكل فرق القطاع 2001 و2002 و2003. كان في مباراه
أقيمت الأسبوع الماضي بين الأهلي وطنطا اللي انتهت بفوز النادي الأهلي بثنائية، وأحرز أهداف اللقاء اللاعب المتألق شادي رضوان اللي من هنا إن شاء الله بنتمنى له يعني ياخد فرصة مع الفريق الأول ونكون متواجد في تدريبات الفريق الأول. كانت كاميرا الأشبال موجودة في هذا اللقاء، نشوف اللعيبة قالت إيه بعد اللقاء ونرجع لحضراتكم مرة تانية. محمد سعيد عبد العال افضل لعيب طنطا، شادي 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 مش انطلق، شادي هيصوب يصوب تصويبه، جول 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 جوه جول، هدف اول للنادي الاهلي عن طريق اللاعب شادي رضوان. شادي اتطرف وسند لنفسه وعاد الجسم ووجه بالقدم اليسرى في اقصى الزاويه اليسرى لمرمى الحارس مصطفى عمرو علشان يكون هدف اول للنادي الاهلي بتوقيع شادي رضوان. عاصم سليم امسك كورته على مرتين، عاصم طويله من عاصم عدت عند حسام ياسين، حسام مش حسام لعبت لشادي، شادي 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 حط يا راجل، جول 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 جوه جول، هدف ثاني للنادي الاهلي، هدف ثاني للنادي الاهلي، يعني عايزين نشوف مين اللي حطها، حسام ولا شادي. شوف الهدف الثاني للنادي الاهلي، شادي رضوان سند ولم لنفسه وحسام ياسين وشادي، لكن حسام اعتقد حسام اللي كمل فيها، هدف ثاني حسام. الحمد لله النتيجة النهاردة فاروق، وفي ظل غيابات الفرقة بالكامل، يعني يمكن أنا عندي فرقة ناقصة بالكامل، فرقة السنة اللي فاتت كلها الحمد لله بنأدي، يعني الولاد النهاردة كانوا كويسين الحمد لله. في بعض الغلطات طبعا نبدأ إن شاء الله مع الشغل الأسبوع ده ونعالجها ونلعب، ومع الماتش الجاي إن شاء الله جاهزين إن شاء الله. طول عمرنا إحنا تربينا على كده، وإن إحنا بنلعب او بنمرن او بنجهز اللعيبه دايما للفريق الاول، يمكن الهدف اللي احنا بنعمله كله الفريق الاول، الفريق الاول هو اللي بيسعد النادي كله، بيسعد الملايين بتاعت الكوره، فالطبيعي ان احنا نخدم عليه، واحنا ان شاء الله والحمد لله يعني يمكن في لعيبه طلعت الحمد لله تحت ايدينا كتير قوي من في الدرجه الاولى، احنا كمدربين في قطاع الناشئين واجبنا وده شغلنا وربنا يسهل ان شاء الله. يمكن عشان ظروف والكلام ده فكل واحد بيبقى قدام الجون طمعان او عايز هو اللي يجيب الجون، يمكن انا ابدا اتكلم معاهم انه ما تخليكش دايما، خليك ايجابي، لو الكره مقفوله دايما الاصح تديها له، ابدا اتكلم معاهم يمكن، بس هي عشان ظروف الفرقه في الكلام ده فعايزين نخلص مستعجلين، ودي برضك ابدا ان شاء الله عليك. احنا دايما على طول بنتكلم في كده، يمكن الوضع اللي احنا فيه طبعا ما يرضيش اي حد، يمكن احنا كمدربين وكلعيبه، يمكن العيال الولاد ده بتكلم معاهم، يمكن بتكلم معاهم في كل مره بقى ان ما ينفعش الشكل وضعنا ووضع النادي الاهلي اللي دايما بيلعب على بطوله واللي انتوا فيه ده ما ينفعش، ودايما بزرع فيهم على قد ما اقدر ان شاء الله الروح والعزيمه دي. يمكن انت بتشوفني سبب من انفعالاتي والكلام ده، يمكن انا بنقلها للعيبه في وقت معين وبعرف اهدي امتى اللعيبه. اتمنى من كل قلبي يبقى دايما روح نادي الاهلي على البطوله، يمكن اللعيبه دي يمكن لسه بس برضك في ناس لعيبه ما كانتش بتلعب خالص وفي ناس لعيبه جداد، يمكن بنبدا واحده واحده كده بنزرع فيهم الروح والقلب وان شاء الله يكون خدمه للفريق الاول. الحمد لله احنا الدوري ده الدنيا مهزوزه شويه معانا، بس الحمد لله احنا متعودين وتربينا في النادي الاهلي طول عمرنا ان احنا بنلعب لاخر ماتش، حتى في الماتش بنلعب لاخر دقيقه. طبعا كلنا شفنا مثال السنه اللي فاتت الفريق الاول كان فين، كان الدنيا برده مهزوزه شويه بسبب بطوله العربيه وبطوله افريقيا، وكان في اخر الجدول وفنش الدوري في الاخر، يعني حطم كل الارقام بصراحه ربنا. كل ماتش احنا ماشيين على نفس المنوال، كل كلامنا واحد، ناخد الماتش بماتشه. احنا النهارده بنتكلم الماتش ده ما ينفعش يا رجاله، عيب في الماتش في ملعبنا، احنا الماتشات اللي فاتت الدنيا ما كانتش ماشيه معانا كويس، بس بنموت نفسنا يعني على قد ما نقدر، محدش يدخل بمجهود ولا بنقطه عرق، كله يموت نفسه في الملعب، وده اللي اتعلمناه طبعا في النادي الاهلي ومش هتكلم طبعا فيها امثال كتير. طبعا المنافسه لسه موجوده، احنا الحمد لله ربنا كرمنا النهارده عشان تعبنا واجتهدنا وقدرنا نكسب ماتش صعب وناخد 3 نقط غاليين،
وان شاء الله نحاول في اللي جاي ونركز ونحاول نرجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي تاني. احنا كل ماتش بناخد كل ماتش بماتش وبنجتهد وبنحاول، ومعانا جهاز فني محترم واداري محترم وموفر لنا كل حاجه، بيتعبوا معانا جدا، احنا ان شاء الله بنحاول وربنا بيكرم. كان دايما بيقول ان انا اقفل الملعب ما بقاش فاتحه وابقى اتحرك على كتير قدام وما ارجعش ورا كتير واغطي اللي ورايا دايما. دول كانوا هدفي الاهلي في مباراه طنطا. كابتن احمد سراج اتكلم عن نقطه مهمه جدا، 2001 عندنا ما شاء الله من الفرق اللي داخل قطاع الناشئين مليئه بالمواهب، يعني لو عددنا اللعيبه اللي موجوده في 2001 اي حد ممكن يطلع يلعب فريق الاول. عندنا عربي بدر، عندنا شادي رضوان، عندنا احمد اشرف، عندنا محمد اشرف، عندنا مغربي، عندنا اتنين حراس مرمى دايما متواجدين في منتخب مصر الشباب مع كابتن ربيع ياسين، عاصم سليم وحمزه علاء، فما شاء الله عندنا لعيبه كتير، وعندنا محمود صابر. 2001 كان دايما بحقق البطوله وبحقق البطوله قبلها بكتير كمان، قبل ما تنتهي البطوله بحوالي 5-6 مباريات. لكن السنه دي للاسف الظروف يعني مش ماشيه معاهم، بمعنى ان عندهم اصابات قويه جدا، 5-6 اصابات يعني بتغيب لحوالي 4-5 شهور، فده مأثر على نتائج الفريق السنه دي. لكن كلاعيبه ما شاء الله عندنا فريق 2001 فريق جيد جدا، فريق بيضم عناصر طيبه، وكمان يعني اللاعب احمد اشرف يعني لعيب من اللاعبين الجيدين رجع مره اخرى، وان شاء الله بنتمنى له السلامه اكتر ويقدر يشارك خلال الفتره اللي جايه بصفه مستمره. ده كان اللقاء بعد مباراه الاهلي طنطا مع لاعبي الاهلي. نشوف ايضا رئيس قطاع الناشئين في طنطا ولاعبي طنطا قالوا ايه. النهارده عندنا القطاع الناشئين، يمكن في حسام محمد، في عبد الرحمن الدح، في دلوقتي ولد عندنا اسمه شهاب فتح في 2001 منتخب مصر وبتمرن مع الدرجه الاولى، وفي مجموعه كويسه جدا في جميع المراحل السنيه عندنا. ان شاء الله يبقى للكره شأن في طنطا ان شاء الله في السنوات القادمه. قطاع الناشئين في طنطا حاجه كويسه جدا، الولاد في حتى في المحاضرات لازم يبقى عندهم السبق تملي في عملية المبادرة في المهاجمة، حافظين داخل الملعب، بيشتغلوا كويس، في جراءة هجومية، عندهم الدوافع انهم يعملوا كده، فيعني ربنا يكرمهم ان شاء الله في المباريات القادمه ان شاء الله. دي حاجه اساسيه جدا ان احنا بنعلم النشأ التربيه الكويسه، واللعب النظيف ده حاجه المهمه للتعارف والعلاقات الكويسه بين الناديين، وزي ما انت شايف كده علاقتنا كويسه بالجهاز الاداري والفني بالنادي الاهلي، كلنا اصدقاء وبنتقابل بعض بره الملعب وجوه الملعب، ودي رساله احنا بنأديها تقريبا يعني مع كل اللعيبه عندنا يعني كابتن. طبعا لا ده الهدف من قطاع الناشئين ان احنا ندي لعيبه للفريق الاول، ومش عايز اقول لك المجهود المبذول من الفنيين في القطاع كابتن علاء، والاتصال دايما بين الفريق الاول وبين قطاع الناشئين حاجه جميله جدا، كابتن علاء عكاشه وكابتن ايمن زين. وكمان بنشكر مجلس الاداره عندنا على الدعم اللامحدود لقطاع الناشئين الحقيقه، في سبيل ان احنا بنطلع لعيبه للفريق الاول، ودي رساله اللي هي مقصوده من كل قطاعات الناشئين على مستوى الانديه. لعيبه النهارده احنا الماتش زي حضرتك ما انت شايف، مش هقول الكورتين اللي وصلوا دخل جون، وبعدين هو ما فيش هيبه من او خوف، لان احنا الماتش الاولاني احنا كسبين 2-1، كسبين النادي الاهلي 2-1، يعني النادي الاهلي في الماتش الاولاني كان احسن من كده. النهارده زي ما حضرتك شايف توفيق وعدم توفيق، الكورتين اللي راحوا عندنا دخلوا جوان، في كور ضاعت مننا كتير وعدم توفيق، بس كل اللعيبه بتوع النادي ولاد النادي مع اي حد بياخده، يعني انا 99 باخد ناس من 2001 وناس من 2002 ومن 2000، يعني قوام النادي كله تحت خدمه النادي. النهارده في 5 في الملعب من 2002 من اللعيب، وفي مجموعه كبيره غايبه، عندنا في لعيب مهم جدا شهاب فتحي بيلعب منتخب مصر مع كابتن ربيع، موقوف النهارده عنده انذار ثالث، وفي حارس مرمى حامد برده مش موجود. عندنا النهارده نقص، والحمد لله بان شكلنا كويس. الحمد لله طبعا على الاداء، الكره مكسب وخساره طبعا، احنا الحمد لله يعني ما كانش حظ محالفنا النهارده، والنادي الاهلي نادي كبير طبعا، هم احسن النهارده، كانوا احسن يستاهلوا يكسبوا، وهي الكوره كده يعني الحمد لله على الاداء، وطول يعني كل ده يعني فضل الكابتن وشغالين على طول مدربين يعني القطاع عندنا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا في القادم ان شاء الله. الكابتن طبعا عطيني الحريه اللي انا في الزياده، انا الحريه اللاعب الوحيد اللي انا في الزياده اللي انا زيد،
امسك الكوره واطلع بالفرقه لقدام. بس هو بقى النادي الاهلي نادي كبير طبعا، قدر يقفل على كده بس، وعملنا اللي علينا الحمد لله، وقدر الله ما شاء فعل الحمد لله. دايما في برنامج الاشبال بنسلط الضوء على المواهب اللي داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، وزي ما بقول لحضراتكم عندنا قطاع الناشئين منجم ذهب. سلطنا الضوء خلال الفتره اللي فاتت على نجوم كتير، على شادي رضوان ومحمد فخري وعربي بدر ومصطفى شوبير وغيرهم كتير من اللاعبين اللي تم تصعيدهم للفريق الاول. النهارده لعيب بنتنبأ له ان شاء الله ان هو يعني خامه مبشره، هو لاعب مواليد 2003 محمد سرحان. محمد سرحان هو لاعب بيلعب تحت المهاجم، ما شاء الله بيقدم مستويات رائعه مع فريق 2003. كان لينا تقرير مع محمد سرحان ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. انا اسمي محمد عمر سرحان، معروف في النادي هنا بسرحان يعني. فرقتي مواليد 2003، بلعب في مراكز راس حربة، وينج يمين او وينج شمال. انا بدايتي في الكوره كانت اكاديمية برشلونة، سني كان 7 سنين ساعتها. قعدت في الاكاديمية 2 سنين، بعديها انتقلت لاكاديمية النادي الاهلي فرع الشيخ زايد، قعدت برضو 2 سنين. كان ساعتها كان في تصفيات مين اللي هيروح قطاع الناشئين، وبعد الحمد لله ساعتها اختاروني انا وكام واحد مع في فريقي ساعتها. ومن ساعتها انا بقالي حوالي في قطاع الناشئين حوالي 8-9 سنين دلوقتي. انا من يوم ما انضميت للنادي الاهلي اول يوم ليا كنت مبسوط جدا، فرحان جدا ان انا في الاهلي، اكبر نادي في مصر في افريقيا. لعيب النادي الاهلي بيختلف عن اي لعيب تاني من ناحيه الروح في الملعب، الشخصيه بره وجوه الملعب لازم تبقى مختلف عن اي نادي تاني. في النادي الاهلي طموحك لازم تبقى رقم واحد، رقم اثنين ده يعتبر فشل في اي بطوله، حتى لو بتلعب ماتش انت لازم تكسبه، حتى لو كان ادائك مش كويس لازم تعوض الاداء ده بالمكسب. وده اللي احنا بنحاول نطبقه في الماتشات بتاعتنا، وان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ان شاء الله. المدربين اللي انا اتمرنت على ايديهم من اول ما جيت قطاع ناشئين النادي الاهلي، اولا كابتن احمد سمير، كابتن احمد سراج، كابتن عصام صلاح، كابتن اشرف ابو زيد، كابتن محمد سعد، كابتن شريف عفضيل. حاليا دلوقتي المدربين اللي انا بتمرن معاهم كابتن محمد سعد، كابتن شريف عفضيل، وطبعا كابتن ميدو مدرب معانا برضو. انا المدربين دول ليهم فضل عليا كبير من الناحيه الفنيه ومن ناحيه شخصيتي بره الملعب بتفرق، يعني خلوني ازاي اتعامل مع ماتشات بره الملعب، ازاي اهيئ نفسي ان انا اخش الماتش مركز 100%. وعلموني برضو يعني ان انت مش لازم تبقى بره الملعب او قبل ما تنزل الماتش تبقى متنشن، تبقى على طول مقشر وشك، لا، قالولي ان انت ممكن تضحك بس لدرجه معينه، ان انت تحافظ على تركيزك عشان لما تنزل الماتش تبقى مركز 100% والدنيا تبقى تمام معاك. اهم مميزات لعيب نادي الاهلي ان هو يبقى عنده روح واصرار ويحب زميله حتى لو ما كانش بيلعب، ان هو يحب الخير لزميله. عندنا في الاهلي احنا بنلعب لحد اخر دقيقه او اخر ثانيه في الماتش، وظهر علينا كده في كذا ماتش ان احنا مثلا كنا خسرين اتعادلنا، او كنا اتعادلنا في ماتشات كسبناها في اخر دقيقتين ثلاثه، ده اللي بيفرق لعيب النادي الاهلي عن اي فرقه ثانيه. انا ابتديت التعليم في مدرسه الشويفات الشيخ زايد، كان من اول ما ابتديت لحد سنه 5 ابتدائي. بعديها مشيت من المدرسه، رحت مدرسه الامريكيه الدوليه من 5 ابتدائي لحد دلوقتي، يعني دلوقتي ثانويه عامه اخر سنه ليا في التعليم. يعني دور والدتي ووالدي دور كبير ليا طبعا في حياتي، اذا كان تعليميه او كرويه. يعني طبعا انا بالذات عايز اشكر والدي، يعني لان هو اللي بادئ معايا من صغري، من اول ما ابتديت الكوره وهو اللي حببني فيها. هو كان بيلعب كوره زمان لكن ما حلفوش الحظ، يعني كان جاله اصابه، فانا بحاول ايه ان هو اعوضه اللي هو ما عرفش يحققه. يعني طبعا هو حياه لعيب الكوره مش زي حياه اللي هو الانسان الطبيعي. يعني انا بروح المدرسه الصبح،
بمشي من المدرسة على حسب يعني ميعاد التمرين بتاعي. طبعا الدنيا بتبقى صعبة لان انا بالذات حالتي لان انا ببقى ساكن بعيد عن التمرين حوالي مشوار ساعة ساعة ونص كل يوم رايح وراجع، وطبعا بيبقى عليا واجبات في المدرسة امتحانات، فالدنيا بتبقى صعبة. لكن انا بحاول على قد ما اقدر اوفق ما بين الاتنين، ادي الاتنين حقهم. وطبعا اي وقت بيبقى فاضي ليا بحاول احسن، اذا كان عندي حاجة في المدرسة اخلصها، اذا كان اقدر اطور نفسي كرويا اتمرن مع نفسي ازود الحته الجسمانيه عندي. يعني بشوف الوقت الفاضي ده بيبقى مهم جدا بالنسبه لي، لان ده اللي بقدر اوفق فيه ما بين ده وده. بص في ماتشات كتير انا يعني ما انساهاش، لكن في كام ماتش كده اللي هو يبقى معلق في دماغك كده ما تقدرش تنساه. منهم ماتش كان مش السنه اللي فاتت اللي قبليها، كنا احنا بعيد شويه جدول، فكان في ماتش مهم قوي بالنسبه لنا، كنا بنلعب انبي عندنا في ملعبنا. فالماتش ده كان مهم جدا معنويا، وبرده ان هو يقربك في الجدول ويديك ايه دفعه معنويه للماتشات اللي بعديها. الماتش ده ما كانش بنلعب فيه كوره على قد ما احنا بنجري بنحاول بنقاتل في الملعب عشان نجيب الثلاث نقط باي طريقه. الحمد لله الماتش ده الدنيا كانت بادئه فيه كويس، حوالي اول تلت ساعه 25 دقيقه جبنا جونين نتيجه 2-0. دخل فينا جون في اخر الشوط الاولاني. الدنيا يعني ايه الماتش ماشي، وانا بقول لك زي ما بقول لك جاري وخبط وده كل ده. دخل فينا جون في اخر دقيقه ضربه جزاء، وبعديها هنا بقى ظهرت شخصيه النادي الاهلي بقى. بعديها على طول الهجمه اللي بعديها ان دخل فينا جون في الوقت الضايع، كانت حسب 3 دقايق لعبنا كوره جالنا في ضربه جزاء بعديها كسبنا بيها الماتش. فدي بقى الحته الشخصيه النادي الاهلي الروح بتاع النادي الاهلي، حتى لو دخل فيه في اخر جون في اخر دقيقه او في الوقت الضايع انت تقدر تجيب جون بعديها. يعني هو ده اللي بيفرق بقى لعيب النادي الاهلي وكده. انا طبعا مش بتفرج على ماتشات الفريق الاول طبعا. الماتش اللي انا ما اقدرش انساه او قريب لذاكرتي يعني كان ماتش نهائي الكونفدراليه لما كسبنا 1-0 في اخر ثانيه، لما كابتن عماد متعب طبعا جاب الجون في اخر دقيقه، ودي كانت فرحه غير عاديه ليا يعني وكل المشجعين النادي الاهلي. وبرده بيظهر شخصيه النادي الاهلي ان هو يلعب لاخر ثانيه ورغم الضغوطات والضغط النفسي والعصبي على اللعيب ان هو يقدر يكسب في اخر ثانيه ويسعد الجمهور. يعني طبعا المثل الاعلى في النادي الاهلي كابتن محمد ابو تريكه، ده مثال للمهاره الفنيه في الملعب مع الروح والقتال. يعني فده اللي انا نفسي ابقى زيه من لعيبه النادي الاهلي. يعني كل دي اساطير النادي الاهلي طبعا، واي حد من الناشئين دلوقتي كان يطمح ان هو يلعب معاهم في فريق واحد، لكن يعني ما حلفهاش الحظ. بس انا مبسوط ان احنا شفناهم وتعلمنا منهم حاجات كتير يعني بنحاول نطبقها عندنا دلوقتي في الملعب وكده. انا طموحاتي مع الاهلي دلوقتي ان شاء الله اخد بطوله الجمهوريه السنه دي ان شاء الله. وطموحاتي بقى بعدين ان شاء الله نلعب مع الفريق الاول، احصد بطولات مع الفريق الاول واسعد جمهور الاهلي يعني ان شاء الله. انا يومي في النادي الاهلي مش طويل يعني. انا باجي من المدرسه او من البيت على التمرين، بتمرن الساعه ونص الساعتين بتوع التمرين. ساعات بقعد قبليها مع الفريق قبل التمرين بعد التمرين. لو عندي ماتش طبعا بيبقى احنا بنيجي قبل الماتش بحوالي ساعة ونص ساعتين قبل الماتش، بنقعد مع بعضينا بنحاول نقرا جو الماتش ان احنا نخش جوه الماتش، بناخد محاضرتنا بلعب الماتش، وبيبقى يعني هو ده يومي في النادي الاهلي. طبعا دور الكابتن فتحي وكابتن هشام هما بيحاولوا يساعدونا بكل الطرق الممكنه ان هو يوفر لك جو كويس ان انت يعني يبقى مهيئ ان انت تلعب اي ماتش في جو كويس. الادوات الممكنه في المعسكرات في السفر، وبرده بنقول لك خبرات لان هما برده كلاعيبه في النادي الاهلي بيقولوا لك خبرات، والحاجات دي بتفيدك في الملعب وبره الملعب. يعني انا احب اواجه جمهور الاهلي ان شاء الله ببطوله السنه دي في الجمهوريه، لان برده الاهلي طلع لعيبه كتير من الناشئين، والناشئين في الاهلي مهمين جدا للفريق الاول.
وان شاء الله جمهور الاهلي السنه دي يفرح ببطوله افريقيا، الدوري، البطولات المحليه ان شاء الله، نصعد كاس عالم الانديه لان بقى لنا كتير ما رحناهوش. ولو اشكر حد معين في حياتي هيكون بابايا يعني. كل التوفيق للاعب محمد سرحان مواليد 2003. نروح لفاصل، وبعد الفاصل استقبل ضيفي الكابتن معتز اينو نجم الاهلي السابق والمدرب العام لفريق 2005، وحديث عن ذكرياته مع الفريق الاول وايضا عن النتائج الرائعه مع فريق 2005، ولكن بعد الفاصل. الأهلي خير علي، كلمات ربط بها معتز اينو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق ومدرب فريق مواليد 2005 بقطاع الناشئين، ربط بها جماهير القلعة الحمراء برباط الحب الدائم، دخل قلوبهم كلاعب، ظل بها كنجم لا ينسى، ليس في المستطيل الأخضر فقط ولكن طوال حياته. فجماهير الأهلي تعشق تلكم النوعية من اللاعبين التي تتسم بصفات الوفاء والإخلاص. معتز اينو من تلك الفضيلة، فرغم أنه بدأ حياته في صفوف المنافس الزمالك لكنه تعلق بقلوب الأهلاوية بعد انتقاله للمارد الأحمر، لا يترك موقفا أو مناسبة إلا ويثبت فيها ولاءه للأهلي ولجماهيره، حب وتفان وإخلاص. ولد معتز اينو في 8 أغسطس عام 1984 لأب عرف وسط رسمه في تاريخ الكرة المصرية هو الكابتن اينو. ارتبط معتز الصغير بمنطقة حلوان، ظل بها بين أهلها الذي تعلم بينهم حب الأهلي، لم ينسيه لاعبه للمنافس هذا العشق، ظل يطارد حلمه حتى تحقق. لعب في صفوف القلعة الحمراء أجمل سنوات عمره كما قال هو بنفسه، وذلك وسط جيل تاريخي حقق كل شيء في عالم الساحرة المستديرة. معتز اينو رغم اعتزاله الكرة لكنه لم ينسى الأهلي وظل مرتبطا به، قابل مسؤول الأهلي إخلاصه بتواجده لتعليم الناشئين حب الأهلي قبل فنون الكرة، فتولى تدريب فريق 2005 ليبدأ مشوار حلمه نحو قيادة الفريق الأول بالقلعة الحمراء. معتز اينو عاشق الأهلي معنا اليوم في برنامج الأشبال على قناة الأهلي. ضيف النهاردة دمه خفيف جدا خارج الكاميرا، حد يعني تقعد معاه يعني تضحك من قلبك. ما شاء الله دخل في مجال التدريب مع 2005 في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ما شاء الله محقق نتائج رائعه مع فريق 2005، وفعلا مشروع مدرب ان شاء الله يكون مميز وكمان يكون للفريق الاول بالنادي الاهلي. كان وهو لاعب يتميز بمهاره رائعه، مهاره التسديد، نادرا دلوقتي لما تشوف في الملاعب المصريه واحد مشهور بالتسديد من اي مكان يسدد ويجيب اهداف. ضيف النهارده هو الكابتن معتز اينو. مرحبا يا كابتن اينو. كابتن اسامه ازيك عامل ايه؟ وحشني والله. انت اكتر نجم النجوم طبعا، وانا سعيد ان انا موجود معاك، انت عارف انت اخويا وياما فرحتنا. اي نعم انا كنت بجري ورا الكوره لغايه ما اتعب ونجيبها لك، بس انت كنت بتخلص. لا انت كنت نجم كبير حبيبي وطبعا سعيد ان انا موجود في بيتنا الكبير طبعا وقناتنا اللي احنا دايما بنتشرف بيها، واي اول ما بتجي لنا الدعوه طبعا ما نقدرش اللي احنا نقول لا يعني. قبل ما اروح ل 2005 والنتائج ما شاء الله الرائعه مع فريق 2005 وانضمامك لقطاع الناشئين السنه اللي فاتت وانت موجود في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عايز ارجع بيك لورا شويه ولحظه انضمامك للنادي الاهلي والمفاوضات. بص طبعا في البدايه انا كنت لعيب في نادي الزمالك ويمكن مصر كلها عارفه، وربنا كرمني وجالي طبعا لان انا عرض ان انا العب في النادي الاهلي، وطبعا كان شرف ليا ان انا البس فانيله النادي الاهلي وفريق بطولات واحسن فريق في افريقيا مش في مصر بس، فاي حد مكاني مش اينو بس طبعا كان لازم يفرح. فكانت لحظه يعني سعيده بالنسبه لي
على والدي الله يرحمه وعلى والدتي في البيت عامه يعني. اول ما جالي المستر مانويل عايزني، هو اللي كان طالبني والحمد لله المفاوضات فضلت ماشيه. كان ساعتها الكابتن عادل القيعي وكان الكابتن محمود الخطيب نائب وكابتن حسن حمدي والمفاوضات فضلت ماشيه بشكل مستمر وبشكل محترم، والناس قدروا اللي انا كان لسه في عقدي يعني سنين في الزمالك. مضيت في الوقت القانوني، الناس يمكن ساعتها فضلت قالت اللي اينو مضى مش في وقت قانوني، لكن انا مضيت في الوقت القانوني. كان فاضل لي 6 شهور بس في نادي الزمالك، ونادي الزمالك كان عايزني اجدد بس انا فضلت ان انا اروح للنادي الاهلي يعني. وكان شرطي بس الوحيد اللي انا كان نفسي اشوف الكابتن محمود الخطيب طبعا الاسطوره يعني بتاعت مصر. يعني انت بجد وانت بتمضي لحظه انضمامك للنادي الاهلي كنت عايز تقعد مع كابتن محمود الخطيب؟ اه كنت عايز امضي في حضوره يعني. وكان شيء اسعدني طبعا يعني الكلام ده احنا نقلناه للكابتن عادلي. والدي الله يرحمه طبعا كابتن اينو هو اللي نقل للكابتن عادلي، قال له يا ريت اللي احنا نمضي في وجود الكابتن محمود الخطيب يعني. فكابتن عادلي وصل الرساله وكابتن محمود طبعا مشكورا طبعا يعني نجم النجوم اللي هو يوافق. وانا كنت سعيد جدا طبعا، وانا موضيت عنده في البيت على فكره عند كابتن محمود، وكانت بالنسبه لي انا كمعتز في حياتي انا دي لحظه تاريخيه طبعا لكابتن محمود يستقبلنا في بيته وامضي عنده في حضوره. فكان الكابتن هادي خشبه موجود وكابتن عادل القيعي موجود وفي وجود طبعا الكابتن محمود في بيته وشخصيا، دي كانت حاجه طبعا تسعدني وادتني حافز كبير قوي. هو اتكلم معايا، يمكن انا تعرضت للضغوط والناس كلها كانت عارفه في الفتره الاخيره في الزمالك، لكن كلام الكابتن محمود ليا كان حافز ليه، كان حافز ليا طبعا يعني. هو قال لي احنا عارفين بكل اللي انت مريت بيه والظروف الصعبه واحنا عندنا ثقه فيك جامده جدا، بدليل ان انت هتكون موجود في النادي الاهلي اعظم نادي طبعا انا بعتبره في الكون. مش بقول كده عشان موجود في القناه، بس من اللي انا شفته في النادي، لا النادي الاهلي نادي كبير جدا وده كان حافز ليا. وقلت له انا يكفيني كلام حضرتك ليا واتمنى ان انا اكون عند حسن الظن يعني، والحمد لله ربنا كرم ودي كانت بدايتي بقى في النادي الاهلي. بتنقل مشاعرك دي يا ايدو ازاي للعيبه بتاعتك في 2005؟ انت ما خرجتش من قطاع النشئين بالنادي الاهلي، لكن الكلام اللي انت بتقوله ده يعني احساس ان واحد اتربى جوه النادي الاهلي طبعا. شعورك انك انت بتمضي للنادي الاهلي وبتلبس فانيله النادي الاهلي، شعورك ايه اول تمرينه في ملعب مختار التتش؟ بص يا كابتن اسامه، يمكن انا قعدت 5 سنين في النادي الاهلي. الحمد لله احرزت 14 بطوله وده في حد 14 بطولة. فاكر ايه بقى البطولات اللي احرزتها معانا دايما؟ بص الخمسه يمكن لسه كنا ما كنتش بعد بقى ما شاء الله. انا اقول لك على حاجه، اول مباراه ليا في النادي الاهلي رسميه كانت ضد الاسماعيلي في السوبر. السوبر المصري اللي اول مباراه خدتها بطوله يعني، اول 90 دقيقه ليك في النادي الاهلي ببطوله. فخلاص انت ما شاء الله من كتر البطولات يعني خلاص بقى ما بتعدش بقى. بس الحمد لله بعد كده يعني عرفت اللي هم 14 بطولة، منهم 5 دوري الخمس سنين اللي انا قعدتهم في الاهلي. كل سنه الحمد لله كنت باخد الدوري، فخمسه دوري. وطبعا ماتش السوبر ده الاولاني ليا، وفي السوبر الثاني اللي انا جبت فيه الجون في الزمالك. حلو قوي، كان دلوقتي موجود في التقرير. ده طبعا ما يتنسيش عشان ده فيه علامه بارزه اللي هي الجون. جون حلو ونازله على الطاير. طبعا كمان كنت من احسن الجوان الحمد لله. المهارات اللي انت بتميز معتز بيها، بنقول يعني واحد في نص الملعب يعني دلوقتي بقت قليله، دلوقتي عمليه التسديد يمكن الواحد حزين اللي هو دلوقتي. حتى وانت بتتفرج على اي مباراه نادرا لما بتلاقي كره شوطه. دايما دلوقتي الكره يا اما كورنر، كره راسيه، فاول، ضربه جزاء، يعني قليل قوي لما تلاقي الواحد من بعيد مثلا بيفكر يشوط حتى لو تطلع بره. وده كلامي دايما مع فريتي، اللي انت حاول يعني جرب، ما تخافش، لو شطت لك 2-3 في الماتش اكيد واحده هتيجي. يعني انت بتنقل الخبرات دي للعيبه بتاعتك؟ اكيد. بص يا كابتن اسامه، انا يمكن انا بطلت السنه اللي قبل اللي فاتت من سنتين. والحمد لله من السنه اللي فاتت على طول بعد ما بطلت رحت ماسك في الاهلي. كويس. ومسكت 2004 السنه اللي فاتت. الحمد لله خدت بيهم البطوله. كويس. السنه دي ماسك 2005 مع الكابتن احمد سمير. ده الهدف، واحنا بنتكلم قبل ما نتكلم عن 2005 و2004 ده الهدف الرائع كان في مباراه السوبر امام نادي الزمالك. ده طبعا ما يتنسيش. انت ما تردش، الكوره جايه ومتصلحه، هي مغريه. هي طبعا كوره زي دي مغريه، والحمد لله الواحد كان بيتميز. اللي انا عمري ما جبت جون بدماغي. انا كل اهدافي شوط، فالحمد لله هي بتبقى موهبه يعني. الناس حتى الفتره اللي فاتت دايما وانا ماشي في الشارع لما حد بيقابلني
يقول لك بعد اينو حسني عبد ربه ما فيش حد خلاص بيشوط. طبعا كان قبلنا في نجوم بقى طبعا كابتن محمود ابو الدهب، كابتن حمزه الجمل، النجوم دي كلها كانت بتشوط. احنا دلوقتي فوق يعني الوقت الحالي قليل قوي انت بتتفرج على اي مباراه في الدوري انك تبقى قاعد مستني عارف اللي فلان ده شويت ممكن مثلا يعدل واحده ويشوط او يفاجئ. ان لا بقت حاله نادره دلوقتي. فهي طبعا بترجع رقم واحد للموهبه، تاني حاجه اللي انت بتحاول تنميها في التدريب. بعد كل تمرين مثلا ما تشوط لك 10 15 20 كوره في التمرين دي بتبقى يعني في ماتشات يا كابتن اسامه وانت عارف في ماتشات بتخلص بشوطه. مباراه الاهلي مع حرس الحدود السنه دي في الدوري تكتلات دفاعيه كتير، عمرو السوليه من تسديده المباراه انتهت. لولا الشوطه بتاعت عمرو السوليه يعني الاهلي ما كانش هياخد الثلاثه بونت. حل من الحلول الهجوميه فده حل حل. فلازم دايما لازم اللعيب يتعود اللي هو دايما يشوط كتير، لازم جرب ما تخافش. وده اللي انا بنقله دايما لعيبتي اللي انت جرب. انا دايما بحب عشان انا كنت لعيب بحب الشوط، بحب دايما الاجوان اللي بتبقى من بعيد عشان انا اتعودت عليها. فدايما حتى لو طلعت بره حتى لو جت في العارضه محاوله، حتى محاوله تلاقي دايما حتى الجمهور ايه فاق ياخد الاهات بتاعه، ياخد الاهات حتى لو طلعت بره بس ايه فوق مثلا العارضه فوق المقص جنب العارضه جت في العارضه بتحس دايما ها الناس كلها بتصحيهم. ممكن تلاقي مثلا واحد مثلا ايه نايم شويه في المدرج الماتش بقى ايه نيمه فتلاقي الناس ايه في اصل كانت شوطه اصل في العارضه. فالحاجات دي بتبقى حاجات حلوه وبتصيط اللعيب في نفس الوقت. اهم حاجه اللي نام في المدرج الكره ما تجيش فيه بس. طبعا انا ماسك السنه دي 2005 مع كابتن احمد سمير. هنتكلم عن 2005 وعن قطاع الناشئين ما شاء الله. كمان السنه اللي فاتت 2004 يعني اخذتوا البطوله السنه اللي فاتت. الحمد لله. والسنه دي مع 2005 زي الفريق الاول محققين العلامه الكامله. لكن عايز انطباعك، الانطباع لحظه انضمامك الفريق الاول دي لحظات ومشاعر بتنقلها للعيبه بتاعتك. أكيد تجربه طبعا. انك تاخد بطولات وكم البطولات دي ما بيجيش من فراغ مع الفريق الاول. لحظه انضمام معتز اينو للفريق الاول خدت وقت عشان تتاقلم ولا دخلت بسرعه جوه النادي الاهلي؟ لا خالص يمكن انت كابتن اسامه عارف انت كابتن طبعا النادي الاهلي ومتربي في النادي الاهلي يعني سنين طويله جدا وعارف ان النادي الاهلي اي حد بيخش فيه بيتاقلم بسرعه من احترام من معامله من كل شيء. اول يوم دخلت في النادي الاهلي مستر مانويل جوزيه هو كان تعرف كان دايما اي لعيب يجي جديد لازم يقعد معاه قبل التمرين. مظبوط. لازم ياخدوا الاول ايه الخضه بس بتاعه الدخله بتاعه النادي دي. غير السوفت وير. لازم اغير السوفت وير مهما كان انت جاي منين لازم يديك انطباع. فلسه يا دوب داخل الاوضه بسلم على الناس. طبعا كان قبلها انا كنت في كاس الامم 2006 كانت نص المنتخب طبعا مع لعيبه النادي الاهلي. فاحنا كلنا اصحاب بس في ناس ثانيه ما كانتش ليها كلام معاهم قوي. لكن لما دخلت مع اول تمرينه لا حسيت ان انا بقالي كتير قوي. ومش بقول كده يعني كلام وخلاص، لا حسيت ان انا بقالي مثلا سنتين ثلاثه مع الناس. من التعامل من الاستقبال السلام بتاعه من وانت داخل لا وخصوصا بقى لما اتمرنت كمان والدنيا حلوه. قال لك ايه؟ يعني اول ما دخلت كده فاكر الكلام اللي قاله جوزيه؟ هو كان عارف زي ما بقول لك كده نفس كلام كابتن محمود الخطيب. الناس كلها ومصر كلها كانت عارفه ان انا اتعرضت لظروف صعبة يعني شوية. صعبه شويه قبل الانضمام عشان الناس كلها بقى كانت في الزمالك عارفه ان انا رايح خلاص الاهلي فانت رايح النادي المنافس فتعرضت لضغوط شويه. فالنادي الاهلي كان كله على علم بالموضوع يعني والضغوط دي. فاول كلمه مستر مانويل قالها لي انا فاكر كان كابتن حسام قاعد معايا وكابتن علاء ميهوب وكابتن احمد ناجي الجهاز كله صراحه كان قاعد وقال لي احنا مراعين يعني كل الضغوط اللي انت اتعرضت لها ودي حاجه كبيره قوي عندنا. وقال لي انا فاكر بالنص قال لي انت ستايلك لعيب النادي الاهلي. هو مستر مانويل قال لي انت طريقتك وستايلك انت لعيب النادي الاهلي والا انا ما كنتش طلبت اللي انا اجيبك. فهو عايز يشيل من عليك الضغوط من اول يوم. هو كان دماغه يعني ذكي جدا بيقدر هو بيحاول يعاملك نفسيا مع اول يوم تخش فيه عشان تقدر تتاقلم. ياما شفنا لعيبه على مر العصور اللي هو بيجي يقعد مثلا ست شهور سنه وبيمشي. الشخصيه مهمه. الشخصيه مش اي حد يعرف النادي الاهلي. مش اي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي كبير. فهو حاول يشيل عنك الضغوط ويخلي لك اللي الدنيا سهله وما فيش مشكله. نزلت الملعب مع اول تمرينه خلاص اول تمرينه راحت حسيت بقى ان انت خلاص بقى لك سنتين ثلاثه ابتدت بقى دخلت بقى واللعيبه كلها ناس طبعا محترمه وكان ليا الشرف اللي انا لعبت في وسط النجوم. طبعا كنت انت كابتن اسامه طبعا كابتن الفرقه موجود كابتن ابو تريكه بركات متعب حسام غالي الحضري الناس دي كلها كانت موجوده امير عبد الحميد عاشور كل الناس دي كانت موجوده. فانت لما تلعب
في وسط الكوكبه دي كلها لا اكيد شرف لاي حد، عشان فعلا الناس دي خدمت النادي الاهلي كتير، جابت بطولات كتيره، فصنعوا اسمهم في النادي الاهلي. فدي كانت بدايتي مع اول بقى ماتش رسمي تلعب وتاخد بقى كمان بطوله ضد الاسماعيلي، اول 90 دقيقه تاخد بطوله، اعتقد ان دي كانت بقى ده يعني ايه، ده الحافز الكبير قوي، ودي الثقه اللي لا ده انا حطيت رجلي وبتلعب اساسي وكنت مؤثر وبتاخد بطوله، فالدنيا بقى خلاص مشيت بعد كده. في المعسكرات اينو مشهور بالمقالب، كنت تقعد مع مين الاول بس في الاوضه؟ ما انت عارف يا كابتن اسامه. لا انا كنت الخمس سنين كلهم انا كنت بقعد مع حسام عاشور، انت عارف كان في تجمع في الاوضه معتز اينو. هي الاوضه بتاعتنا دي كانت احمد عادل عبد احمد عادل يعني. سمير صديق فاحمد شديد احمد سمير. السيد وسعد سمير طبعا ربنا يتم شفاعه على خير. فالاوضه بتاعتنا كانت دايما هي اللي ايه روحها خفيفه. طبعا كلنا عارفين ان ابو تريكه كان بينام الساعه 8 كان يصلي العشاء وينام هو والجمعه. كان فتحي وسيد جيلبرتو وفلافيو يعني في كانت ثنائيات كده، فكانت الاوضه دايما بتاعتنا هي اللي فيها يعني حاله ايه يعني تدخل على الجمعه تلاقيه متغطي الساعه 8 مغطي جسمه كله وراسه كمان ورجله مكشوفه ورجله باينه صوابع رجليه اللي باينه. لا فاوضتنا كانت دايما كل الناس تيجي تلعب مع عندنا، اللي بيلعب بلاي ستيشن اللي بيلعب كوتشينا نبعت نجيب اكل من بره، بس كان في محبه كان في روح حلو. انا فاكر انت مره فاكر كان في اكله كبده وسجق وبتاع ودخلت انا فاكر خدت سندوتشين كده على السريع انا فاكر. فكانت الاوضه بتاعتنا كانت دايما ايه اوضه مرحه. في اوض كده كنت تخشها تحس ان لا مظلمين الاوضه ومركزين قوي وبتاع، لا احنا الحمد لله كان في محبه وكان في حاله وكنا دايما ده بقى الفرق بقى اللي انت دايما بتفصل امتى الهزار والضحك وكل الحاجات دي، وعارف امتى التمرين لا التدريب تدريب، المباراه مباراه، يعني احنا قبل الماتش بيوم. طيب قبل ما سيبك تكمل النقطه دي، يعني من ضمن اللعيبه اللي احنا كنا بنتكلم عنها دلوقتي وعلى طول موجود في اوضه معتز اينو حسام عاشور، وكمان بنطمن عليه هنا من خلال برنامج الاشبال، الكابتن سعد سمير. تحياتي ليك يا كابتن سعد. كابتن اسامه ازي حضرتك؟ كابتن اسامه ودايما متالق ودايما البرنامج عامل يعني كبيره للسبع ناشئين، وبرحب بالكابتن معتز اينو طبعا منور. حبيبي يا سعد عامل ايه؟ بنقول لك الحمد لله على السلامه وتحيات كابتن معتز اينو ليك، وبنقول لك الحمد لله على السلامه بعد العوده من المانيا واجراء العمليه، وان شاء الله تكون احسن من الاول كمان يا سعد. والله الحمد لله كابتن اسامه، يعني الحمد لله الدنيا دلوقتي احسن، والجراح هيطمنا على العمليه وقال لي ان هو يعني الامور كويسه والدنيا كويسه والعمليه الحمد لله ناجحه، وان شاء الله باذن الله يعني اداني ان انا ارجع مصر اقعد شهر في مصر وارجع له تاني هيبص عليا بعد شهر ونبتدي بقى رحله العلاج الطبيعي. وهو مطمن وقال لي ان شاء الله بعزيمتك واصرارك انا واثق ان انت ترجع في احسن حاله يعني واسرع وقت ان شاء الله باذن الله. كنت بكلمك يا سعد قبل العمليه مباشره قبل ما تسافر المانيا، ما شاء الله لقيتك كعادتك دايما مبتسم وكمان عندك رضا رغم الاصابه وقويه، لكن دايما سعد سمير يعني راضي، وشايفين دلوقتي لقطات معاك مع فايلر في تدريبات النادي الاهلي، يعني ابرز الكلام اللي قاله لك ايه فايلر خلال يعني المقابله اللي جمعتكم مع بعض؟ والله كابتن اسامه زي ما حضرتك قلت هي الاصابه قضاء وقدر من ربنا، ودايما الاصابات اللي هي يعني بتبقى الركبه الوتر زي كده الحاجات دي ما بتبقاش اللاعب دلوقتي فيها، وهي حاجات قدريه من عند ربنا. لكن الحمد لله الواحد باصراره وعزيمته الواحد رجع في الاصابه الاولانيه بشكل كويس وكان له دور، وان شاء الله برضه الواحد هيرجع وانا واثق في ربنا وفي نفسي ان هرجع بشكل كويس. يمكن مستر الفاير كان بيتكلم معايا بان هو قبل الفتره اللي فاتت انا لعبت فيها كان كلمني بشكل خاص وقال لي انت هتلعب الفتره الجايه هيكون لك دور، وانا بحب اللعيبه اللي بتلتزم تركز تمرينها، اللعيبه كتير اللي دايما حاطط التمرين هو معياره وهدفه، فالحمد لله كنت انا بتمرن بشكل كويس. النادي الاهلي على عكس تمرينك اجتهد اصبر الفرصه هتجيلك، وده اللي حصل. ولما لعبت وقعدت بشكل كويس هو كان قال لي قبلها ان انت هتكمل الفتره الجايه انا مسافر في افريقيا، وبعدين كان هو لما قابلني قال لي هي دي كره القدم وانا زعلان جدا وحزين على اصابتك، لكن انا هفضل ادعمك وهفضل جنبك لحد ما ترجع بشكل كويس وانا واثق فيك، وبرده كلامه كان بالنسبه لي ده معنوي كبير يعني. تمام. النادي الاهلي والمسؤولين يا سعد داخل النادي الاهلي بعد الاصابه وقفوا جنبك؟ اكيد اكيد يا كابتن اسلام، يعني اكيد يا كابتن اسامه، يعني
انت عارف يا كابتن اسامه احنا متربيين في النادي، وبعدين النادي الاهلي دايما بيبقى حريص على اولاده وحريص ان هو يقدم رساله لاولاده ان هو جنبهم يعني. لكن كل اعضاء مجلس الاداره كلموني ودعموني نفسيا بصراحه كلهم يعني، ما انساش حد، الناس كلها كلمتني وكانت معايا. كابتن خطيب اول ما اتصلت ورحت اعمل العمليه كان اول حد كلمني هو، وكابتن كان معايا هو وكابتن طلعت حفيظ، واحنا كلنا جنبك، انت ابننا وانت من الناس الرجاله، وشوف ايه اللي يريحك، اهم حاجه انك تبقى كويس وهترجع اقوى من الاول. وقال لي بس احنا يعني اللي زعلنا ان انت رجعت بشكل كويس وكنت موجود، وقلنا اطمنا عليك واطمنا على عليك مع الفرقه ومع الزمالك، لكن هو ده قضاء ربنا. ويمكن كابتن خطيب بصراحه يعني مش عايشين في قناه النادي الاهلي، لكن هو انسان بمعنى الكلمه، يمكن حتى في الاصابه الاولانيه ما سابنيش، طمن عليا، بيقعد يدعمني انا عارف ان المصابه ما بيسيبش حد فيهم، ودي بتفرق معانا لسببين، لسبب ان كابتن خطيب رئيس النادي الاهلي، ومن ناحيه ثانيه ان كابتن خطيب اسطوره كره القدم المصريه اللي احنا كلنا بنحبه وبنحب نتفرج عليه وبنتربينا على اجوانه وعلى الماتشات بتاعت النادي الاهلي في الفتره دي، فدي بصراحه بتبقى رساله كبيره وبتفرق معانا نفسيا يعني. فبشكره طبعا، وحتى كان في ظروف خاصه بيا انا وطمنه، ولو في دكاتره في اي حاجه فاشكره، وده طبعا مش غريب على النادي الاهلي، وان شاء الله الفتره الجايه الواحد يرجع بشكل كويس يعني. ودي عاده النادي الاهلي ومسؤولين داخل النادي الاهلي، بس يقول لي ايه الترنج الحلو اللي انت جايبه من المانيا ده؟ عايز اكلمه. انا كنت واخده زي ما الكابتن مصطفى عبده. الكابتن مصطفى عبده ده بتاع الكابتن جوهري جيل 90 كاس عالم 90 ده ساعه. كابتن جبت انا من واحد روماني في المانيا كان ادولي هديه. طيب تمام. واحنا بقى معانا النهارده الكابتن معتز اينو، وهو بيتكلم دلوقتي بيقول يعني كان في الغرفه دايما اللي بتجمع اللعيبه احمد عادل عبد المنعم وحسام عاشور، ومن ضمن النجوم اللي قالها كابتن سعد سمير. ذكرياتك بقى مع معتز اينو في المعسكرات يا كابتن سعد. والله كابتن اسامه يعني اينو يعني انا بقول له اينو طبعا هو كابتن وكل حاجه، لكن انت تحس اينو يعني ابننا يعني، ما اينو ما شاء الله ما بيكبرش. اينو كان من اللعيبه الجامده جدا في النادي الاهلي. وطبعا احنا يعني لما طلعنا النادي الاهلي طلعنا مجموعه كبيره، فكنت انا وعفروت وشكري وشهاب وهشام ومعظم المجموعه الموجوده، كان اينو بيحب وعاشور واحمد عادل وكابتن بركات، كان على طول يحبوا اللعيبه الصغيره، اللعيبه الصغيره تبقى معاهم. دايما كنا بنقعد في اخر الاتوبيس معاهم. الوضع طبعا اللي اينو كان بيقول عليها، لكن الفترة دي كابتن اسامة كان فيها ميزة ان احنا طلعنا على جيل قوي جدا. يمكن انا عاصرت حضرتك وعاصرت كل الجيل، كان جيل قوي جدا، وهم كانوا على طول اللعيب الكويس اللي عنده شخصية واللعيب الراجل هم كانوا بيحبوه جدا. فده سهل لي حاجات كتير. يعني ده سهل لي حاجات كتير، فإنه كان دايما وانا صغير يقول لك الواد سعد عامل زي العساكر ما بيهزرش في الملعب يعني. عسكري مرور. عسكري مرور. بس سعد كان من اللعيبه الرجاله جدا يعني، يمكن حتى لغايه دلوقتي الناس كلها بتشبهه بكابتن وائل جمعه. وانا طبعا بتمنى له التوفيق، وسعد من اللعيبه الرجاله بره الملعب وجوه الملعب، فان شاء الله ربنا يكرمه، وهو عنده عزيمه واصرار ومن الناس اللي هي ما بتهزرش في الملعب. ودي سمه من السمات للعيب الكوره الكويس، يمكن هو دمه خفيف جدا بره الملعب جدا، لكن في الملعب هو جد جدا. فربنا يوفقك يا سعد وترجع ان شاء الله احسن من الاول، وانا عارف ان انت عندك عزيمه واصرار، وان شاء الله ترجع احسن من الاول بامر الله. اخيرا يا كابتن سعد، تتوقع كده وانت عارف معتز اينو يكون في يوم من الايام ان شاء الله مدرب كبير ان شاء الله؟ والله يا كابتن هو ابتدى الطريق، بس احنا مش عارفين بقى هيكملوا ولا لا. يا ابني ادعي لي يا ابني. كملوا ان شاء الله. يا ابني ادعي لي يا ابني، بس انت لو عندي بالترنج بتاع 98 ده مش هلاعبك. لازم اغير الترنج. لازم الترنج ده يتغير يا سعد. انت معاك الجهاز، اعتبره ترنج الجهاز. اعتبره واحد من الجهاز. لا انت ملك الشياكه يا سعد، والله انا اول ما شفتك حسيت ان انت بتلعب ايه سردباك في منتخب الكينيا. خلي بالك والله يا كابتن ميس ده موضه في المانيا دلوقتي. ده موضه في المانيا؟ موضه في المانيا، عشان كده هو جاب. طبعا ما هو ده انا قلت له ده ترنج كابتن جوهري كاس عالم 90، فقال لي انا واخده من كابتن فتحي مبروك. سعد فعلا من اللعيبه الرجاله، ويعني حتى بقول لك انا كلمته قبل ما يسافر المانيا لقيته مبتسم وبيضحك وراضي يعني باللي حصل. باللي حصل سعد روحه بالعزيمه ان شاء الله وبالاصرار يا كابتن سعد ترجع وتكون احسن من الاول ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله كابتن سام. ان شاء الله ان شاء الله. كل الشكر للكابتن سعد سمير ابن النادي الاهلي ولاعب الفريق الاول، ان شاء الله يرجع افضل من الاول بعد الاصابه القويه اللي تعرض ليها. كابتن معتز يعني كان دايما، وسعد بيقول يعني دايما العلاقه اللي بتجمع اللعيبه بالنادي الاهلي هي علاقه الحب، علاقه الود، علشان كده دايما في بطولات. طبعا مفيش واحد بيتكلم يقول انا النجم الاوحد او انا اللي بصنع البطولات. دايما لما بنتكلم كان مستر مانويل، وطبعا اكيد انت بتوصل الرساله دي للعيبه النهارده. لما في نجاح بيبقى نجاح من منظومه كامله داخل قطاع الناشئين او كمان موجود في الفريق الاول. بص يا كابتن اسامه، احنا ما عندناش حاجه اسمها انا لا. احنا كلنا بنلعب تحت مسمى واحد وشعار واحد، هو النادي الاهلي. مين جاب الجون، مين ضيع، مين لا، في الاخر مش بيقولوا فلان اللي عمل او فلان. لا، النادي الاهلي او فريق كذا هو اللي كسب، هو اللي خد البطوله، هو اللي حقق الهدف. لكن ما بنقولش عندنا ده مين وده مين، احنا كلنا. وده دايما رسالتي للعيبه، اللي احنا دايما ايه، مفيش لعيب اساسي ولعيب احتياطي. كويس. ما عنديش نجم في الفرقه، لا كلها نجوم. انت لو تفتكر احنا كانت الفرقه كلها ما شاء الله نجوم، كل واحد باسم. انت كنت اسم، وابو تريكه اسمه، وبركات اسمه، وعاشور اسمه، وائل جمعه اسمه، لكن كلنا النادي الاهلي. كنت مزبوط. بتكسب احسن الماتشات وبنبقى كسبانين مثلا ماتش قمه او بطوله، وبنبقى كل الناس تاني يوم في التمرين مظبوط، وبنقفل الصفحه وبنركز عشان عندنا حاجات تانية. فهو ده اللي منجح النادي الاهلي، في سيستم وفي نظام، وده اللي بيعود على الناشئين. وبصراحه كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي يعني عايز اوجه لهم الشكر، اللي هم ما بيسيبوناش. وكابتن اكرامي دايما متواجدين معاكم في المباريات دايما. يعني بصراحه كابتن اكرامي وكابتن فتحي وكابتن هشام، لو فرقه مثلا بتلعب في جمهوريه في سفر، اسماعيليه، اسكندريه، تلاقيهم دايما يروحوا ورا الفرق. احنا مثلا شوف يعني انا ماسك 2005 14 سنه، لا تلاقي الكابتن اكرامي دايما حتى لو مباراه بره، مش في اهلي مدينه نصر، مش في النادي عندنا. انتوا بتلعبوا الاول بطوله منطقه القاهره 2005، واحنا الحمد لله انا ماشي اول. الدور الاول انتهى، انت دلوقتي عشان فتره الكاملة. امتحانات العلامه الكامله 10 مباريات ب 30 نقطه. الحمد لله انا اول الدوري. مين معاكم في المجموعه كده؟ معايا المقاولين الحمد لله، كسبت المقاولين 4. كسبت طلائع الجيش 3. طلائع الجيش الفريق المنافس، انا عندي وبعدين المقاولين التاني. وبعدين المقاولين هم دول الفرقتين اللي بينافسوني. طبعا معايا فرق كتيره، يعني معايا الاتصالات، معايا يعني في فرق كتيره طبعا مميزه، لكن الجيش والمقاولين هم اللي دول الفرقتين اللي بينافسوني. والحمد لله ربنا كرمني، كسبت المقاولين 4، كسبت الطلائع 3، ومعايا لعيبه رجاله جدا. دي اهداف مباراه المقاولين، وانت بتتكلم عن دي احنا كسبناها 4 عندنا في النادي. في النادي لسه طبعا الدور الثاني هيبدا، عشان انت عارف الفتره دي امتحانات للاولاد وكده. فعندنا الدور الثاني بقى رايح المقاولين ان شاء الله هناك. ده اكيد هيبقى ماتش قمه طبعا. وماتش صعب، عشان انا كسبان 4، فاكيد ده هيبقى يعني هيبقى ليه يعني عارف ايه، معايير وطقوس وكل حاجه، عشان النتيجه تقيله طبعا، ونادي المقاولين من الانديه الكبيره، فكانت نتيجه تقيله عليه طبعا. فاعتقد لها هتبقى مباراه قمه حقيقيه. يعني انتوا الدوري بمنطقه القاهره 2005 من مجموعتين، من مجموعتين. مجموعه بتضم الاهلي والمقاولين وطلائع الجيش في مجموعه، والناحيه الثانيه انبي ودجله في مجموعه. احنا المفروض يعني اللي بيصعد من هنا بياخدوا اول وثاني من هنا. مظبوط. واول وثاني من هنا، وبعدين بيلعبوا بقى ده السوبر بقى في التصفيات. دي بقى مطحنه ثانيه خالص بقى طبعا. لكن طبعا احنا الحمد لله معايا فرقه كويسه وعناصر كويسه مبشره للفريق الاول. طيب عايزين نقول اسماء، عايزين نعرف الناس. بص طبعا قبل اي حاجه، قبل ما اقول اسماء، انا بتوجه بالشكر للكابتن احمد سمير. كابتن احمد سمير يعني بعيد عن الكوره، من الناس فعلا اللي انا اتشرفت اللي انا بشتغل معاها. راجل قمه في الاحترام، قريب منك اللي هو وقريب من اللعيبه جدا. كويس. بيعرف يتعامل نفسيا، ودي اهم حاجه للولاد الصغيرين. اللي انت لازم تعاملهم وتاهلهم نفسيا كويس قوي قبل المباراه. السن في الشغل في السن ده صعب جدا. صعب جدا طبعا. 2005 ولد 14 سنه. 14 سنه. ازاي توصل لتفكيره، وازاي تنزل انت كمدرب ممكن ليك اسم ونجوميه، ازاي تنزل وبتفكيرك كمان لولد صغير عشان توصل له كمان المعلومه. وبعدين في نقطه كمان مهمه كابتن اسامه، يعني هو شايفك نجم قدامه. وبيجي دايما يقول لك يا كابتن انا شفت لك جون مش عارف كذا وجون. فكون اللي انت بتلعب معاه وبتهزر معاه وتنزل تلعب الدايره معاه واوقات التقسيمه معاه، فدي في حد ذاتها انت بتدي له حافز وبتدي له ثقه. النقطه الثانيه كمان اللي هو ده لسه في مدرسه في ثالثه اعدادي. تمام. بيصحى من 7 الصبح ولا من 6 الصبح، بيروح مدرسه وبيخلص وبيجي لك، فانت برده ما ينفعش تيجي تزهقه في التمرين. طبعا. هو بيبقى صاحي بدري وعنده مذاكره وامتحانات ومراجعات، وصاحي بدري
فانت عليك اللي انت بتراعي انت كل الكلام ده طبعا بتراعي وبتاهله عشان يبقى نازل التمرين مبسوط. في لعيب مثلا بيبقى جاي، ما انت عارف الكوره دي بمزاج شويه، في لعيب مثلا مزاجنجي اللي هو بيبقى جاي كاره التمرين وصاحي بقى من بدري وعايز انام وعندي درس وعندي لكن انت احنا الحمد لله الفرقه اللي معانا الاولاد اولا كلهم سلوكيا مؤدبين جدا ومتربيين جدا. كابتن احمد سمير عامل شغل هايل مع الاولاد دي، عشان خصوصا كمان هو يعني انا لسه ماسك الفرقه دي السنه دي. موجود معاهم السنه دي. اه انا السنه اللي فاتت كنت ماسك 2004 وخدتوا البطوله معاهم. وخدنا البطوله. كابتن احمد سمير بقى هو اللي طالع من تحت مع الاولاد دي. اه. فهو عارفهم كويس قوي وهو اللي مربيهم. والولاد بتحبه جدا، وانا على المستوى الشخصي هو فعلا اخويا الكبير. وعامل مجهود هايل هايل مع الفرقه. وطالما زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي واحنا لعيبه، طالما في حب موجود، هم شايفين ان الجهاز كله بيحب بعض، كله. شايفين اللي احنا بننقل لهم حبنا ده. فدي برضه عامل مهم. احنا دايما لو في اي مشكله او في اي حاجه بنحاول يعني نحلها بسرعه عشان ما نعملش بلبله زي ما بيقولوا في الفرقه. فالولاد عندنا كلها سلوكيا كويسين، متربيين، عارفين قيمه النادي الاهلي، عارفين قيمه تيشيرت النادي الاهلي اللي هم لابسينه، وده دايما كلامنا معاهم وكلام الكابتن احمد سمير معاهم. فالولاد خلاص بيبقوا طالعين من تحت النشأه نفسها عارفين اللي انت متربي على بطولات. طيب عايزين نعرف بقى الاسماء يعني طمن الجمهور. بص انا يعني مش عايز انسى حد طبعا. الاشبال انا حفظت اسماء. اه طبعا سيف ايمن وفي سيف الطيب ده هداف. يعني هداف مش عايز اقول لك يعني في دايما يقول لك هداف بالفطر. لا ده مثلا ده كابتن اسامه حسني الثاني اللي هو ايه عارف ال 18 عماد متعب. من ضمن الناس اللي هو بيعرف يجيب جون من نص فرصه. كويس قوي. سيف الطيب. عندي احمد وحيد فندر هايل. عندي عفيفي، عندي يحيى، عندي سردباك يعني سعد سمير اللي جاي، عبد الله بستانجي ما شاء الله عليه، عندي ثروت دايما عبد الله بستانجي الاسم ده بنقوله دايما هنا في منتخب الاسبوع. ده دايما ده ما شاء الله ده سنتين ثلاثه وهتلاقيه يعني من هو عنده 17 سنه يعني هيكرر تجربه رمضان صبحي. ده من الناس اللي ان شاء الله انا بتنبأ لها اللي هي تطلع بدري. في لعيبه بتتصعد فريق اول بس متاخر. لا في عندي ناس تطلع بدري. عندي لعيب باك رايت يوسف جمال. يوسف جمال ده من ضمن الناس الهايله. عندي فوزي، يعني عندي مارادونا. عندي ناس كتيره جدا. عندي ناس كتيره جدا ولعيبه هايله. لعيبه مؤثره. عندي حازم حارس المرمى، شوفوا ستايله في الجون، الشناوي بالظبط الشناوي. وانت دايما بتقول الاسماء بتضرب مثل بالفريق الاول دايما. طبعًا. في المحاضرات كابتن احمد سمير وكابتن معتز زينو دايما بيضرب المثل للعيبه بتاعت 2005 بالفريق الاول وبالمواقف كمان اللي بيعيشها الفريق الاول وبالمباريات وبالبطولات. اه طبعا عشان انت دلوقتي في المحاضره هما دلوقتي الاولاد دايما بيشوفوا ماتشات الاهلي. مثلا ماتش زي النهارده مثلا مع المقاولين. فانا لو انا عندي محاضره بكره او عندي مباراه بكره وعايز مثلا اكلم مثلا السردباك. عبد الله مثلا بستانجي، اقول له مثلا شفت امبارح رامي ربيعه في الكوره دي مثلا عمل كذا. مثلا يوسف جمال باكرايت، شفت يوسف امبارح احمد فتحي مثلا عمل الاوفر، ممكن مثلا لعيب لازم يستلم ويروح لغايه الخط عشان يرفع. لا احمد فتحي لو عملها اقول له بص شفت وهي جايه له مثلا من لمسه واحده راح عاملها. فهو الولد شايف الماتش مثلا امبارح او اول امبارح في خلال يومين، فاكيد لسه في الذاكره وفي دماغه. فلما اديله انا مثال لازم يبقى عارف اللي احنا كلنا يعني ده الهدف الفريق الاول، ده الهدف الاكبر اللي كل لعيب بيحلم اللي هو في يوم من الايام يطلع عشان يبقى نجم في يوم من الايام. وانتوا شغالين مع فريق 2005 دايما عينك على البطوله ولا عينك انك تصعد لاعب للفريق الاول ويخدم الفريق الاول بالنادي الاهلي، ولا دايما بتحاول تجمع بين الاثنين؟ بص يا كابتن اسامه، في مدربين ومدربين. يعني في ناس يقول لك ايه انا بعمل هدف عندي اللي انا اطلع في الاخر اثنين ثلاثه لعيبه مسمعين اللي هم يخدموا الفريق الاول. تمام. ولكن في نفس الوقت لازم ابقى مركز عشان انا النادي الاهلي، والنادي الاهلي تلعب على بطوله لازم يلعب على بطوله. ما ينفعش الثاني عندنا ما بيبقاش مرضي. يعني المركز الثاني مش مرضي، واحنا كلنا تربينا في النادي الاهلي كده. وانت برضو عارف اللي دايما الهدف واحد اللي هو المركز الاول، لازم ابقى انا في الطب دايما كل ماتش حتى لو بلعب. حتى اللائحه في الناشئين مفيش مكافاه على المركز الثاني، المركز الثاني كانك خسرت البطوله بالظبط. طبعا مفيش مكافاه. انت لو خسرت لو تعادلت بس يعني التعادل دايما احنا بنوصله كابتن احمد سمير او انا او كل افراد الجهاز. اللي دايما التعادل ده اكنه خساره. يعني ما لا انا ما خدتش نقطه، انا كده خسرت. فدايما انت بتنمي في الاولاد وبتغرس فيهم من بدري اللي انت دايما بتلعب على الثلاثه بونت. حتى لو بتلعب فرقه يعني مش لازم العب المقاولين وامبي ودجله، حتى لو بلعب فرقه قليله شويه. لازم اللي دي باخدها. انا فاكر السنه دي كنا بنلعب فرقه مش متذكر مين وكسبت 7 ولا باين 8 7 ومن ضمن الاخبار كابتن احمد سمير طلع زعلان وغضبان من ده. انا خدت انذار.
خدت انذار؟ ده انا اول مره في حياتي في التدريب اخد انذار، بقى لي سنتين مدرب خدت انذار. ليه؟ لقيت الاولاد، عارف انت بقى الجيل اللي طالع والشباب بيبتدوا ايه، عايزين بقى يمسكوا كوره وينقلوا كسبان 6 7 بدا تحصل فيه تراخي او دلع، تراخي شويه او دلع، حسوا بنفسهم شويه، رحت واقف على الخط يعني عنفت شويه، فقلت يعني حاجه كده، لقيت الحكم جاي وراح مديني انذار، قال لي يا كابتن ينو يعني انا يعني ما تطلعش منك، مع ان انا بكلم لعيبتي، انا ما لقيت جنب المنافس ولا جيت جنب الحكم ولا اي حاجه، انا بكلم لعيبتي بس بحاول اشدهم شويه. الحكم راح مديني انذار، عايز توصل لهم رساله حتى لو كسبان، حتى لو كسبان 10 ليا اداء لازم اشوف، انا ليا اداء من اول دقيقه لاخر دقيقه. ودايما اضرب لهم مثال بالنادي الاهلي، دايما اضرب لهم مثال ببرشلونه. بص برشلونه من اول دقيقه، من اول ما الحكم يصفر لغايه ما فيش حاجه اسمها تراخي. كسبان واحد زي 10 زي، اصل كره القدم دي غداره ياما واحنا بنلعب، ودايما انا اقول لهم بتحاول بقدر المستطاع تنقل لهم خبراتك وتنقل لهم المواقف اللي انت تعرضت ليها على مدار السنين دي كلها. ياما تبقى انت في مباراه وماسكها والدنيا تمام وتقلب الكره دي في اي وقت لغايه الدقيقه 90 و95 ممكن يخش فيها جول. فانا ليه احط نفسي تحت ضغط؟ طب ما انا امن نفسي وافضل من اول دقيقه لاخر دقيقه. فده دايما ده كلامنا سواء انا او الكابتن احمد سمير مع الاولاد. عايز اخدك بقى يعني لصعوبات بتكون مش في دوري 2005، في كل الدوريات بتاعت قطاعات الناشئين، هي عمليه التزوير والتسنير. اكيد بتلعبوا فرق كتير. وانتوا قاعدين على الخط في واحد في الفرقه الثانيه والفريق المنافس، لا استحاله يكون 2005، بتقابلوا الكلام ده؟ يا قابلنا ايه؟ انا مره شفت واحد السنه اللي فاتت 2004 2004 ده يعني ده في دوري 2004 السنه اللي فاتت بدقن اكبر مني، فانا قلت له يا ابني ده انت لعبت مع ابويا جاي سلام، قلت له انت متاكد ان انت عندك 14 سنه؟ فاحنا معانا طبعا الاداري ومسكنا مسكنا عليه وخدنا النقط والمنطقه ساعتها، قدمنا الورق وقدمنا المستندات وكشفنا عليه. وكابتن فتحي مبروك صراحه في الحته دي دايما بيدي يعني اوامر للاداري اللي انت تفضل ماشي ورا الولد لغايه ما بتثبت فعلا اللي ده، اللي بقى بتلاقيه ايه بيلعب باسم اخوه باسم ابن عمه وبيبقى ضارب كارنيه. فاحنا شفنا في الحاجات دي كتير. وبعدين غير كده اللي انت بيبان ازاي ده 14 سنه بيبان من باصه من شوطه، الفكره لما تلاقي واحد يعمل حركه معينه كده، لا ده مش لعيب يعني مش ده استحاله ده يبقى عنده 14 سنه، ده لعيب بيلعب فريق اول. ما احنا لعيب الكوره، ما احنا برضو ناس فاهمه وناس عارفه ايه الدنيا. الحركه دي او الشوطه دي او الباص ده او الفكر ده مش بتاع 14 سنه استحاله. فاحنا بالتالي بنحاول نركز عليه ومعنا طبعا الاداري وبنبلغ كابتن فتحي مبروك وكابتن هشام حنفي. والسنه اللي فاتت احنا مسكنا ولد كده طبعا. بتحاولوا توحدوا طريقه اللعب زي الفريق الاول، يعني زي فايلر طريقه اللعب اللي بيلعبها 4 2 3 1 برضه بتحفظوا الولاد نفس الطريقه، وممكن طريقه كمان علشان الولد مستقبلا لما يلعب فريق اول يبقى برضه نفس الاسلوب ونفس الطريقه؟ لا بص، ولا بتتجهوا في قطاعات المناطق ولسه في الاعمار السنيه الصغيره مثلا بطرق مختلفه تانية؟ لا بطرق مختلفه وعلى حسب المباراه اللي انا بلعب، يعني مثلا لما بلعب مثلا فرقه زي المقاولين في اكسام زي الجيش لا بيبقى في 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 حاجات معينه وفي لعيبه معينه هي اللي بتلعبها. ممكن العب بثلاثه في نص الملعب يعني فاهم، في حاجات معينه كده لازم ابقى مامن نفسي. لكن لما مثلا بلعب مثلا فرقه مثلا ضعيفه شويه وعارف ان انا مثلا بنسبه 80-90% انا ان شاء الله كده كده كسبان وبسكور لا بقى في مثلا اللي عندي الاولاد اللي ما بتلعبش كتير مثلا بشاركها. لو مثلا بلعب بثلاثه في نص الملعب لا بقى انا بستفاد وبلعب باثنين بس، والعب مثلا بطرف مثلا من اليمين او من الشمال او بلعب باثنين على حسب المنافس يعني على حسب المنافس، بلعب مثلا باثنين سترايكر. ماتش على ملعبي في الاهلي عندي مثلا والناس كلها بتتفرج وفرقه مثلا ضعيفه شويه بتزود النواحي الهجوميه، بزود النواحي الهجوميه، انا عايز اكسب سكور. ما انت برضو السكور في الناشئين والدوريات الناشئين السكور ده بيتسمع وممكن تقف معاك على جون. ما انت في فرق مثلا بتلاقيها في الاخر نفس النقط معاك لا انا لما اكسب 8 و9 و10 لا ما الحاجات دي ممكن تنفعني في اخر الدوري، ممكن تقف على هدف تمام. فانت بتحاول الماتشات القليله دي شويه في المستوى بتحاول ان انا اكثف الناحيه الهجوميه بحيث ان انا اجيب اكتر عدد من الاهداف. طيب هنروح برضو للحاجات من ضمن الصعوبات اللي بتكون موجوده في مسابقات الناشئين. اتكلمنا عن التزوير والتسنين، عايزين نتكلم عن الملاعب. ملاعب طبعا اكيد بتقابلوا ملاعب خارجيه لما بتلعب بره في ارض المنافس أكيد ملاعب سيئه ممكن كتير. يعني تخلص كمان على مواهب موجوده في القطاعات الناشئين. انا عندي مثلا اولاد مهاريه، يعني انا مثلا عندي فارس مثلا في نص ملعب ده لعيب مهاري جدا عندي عفيف يوسف عفيفي لعيب مهاري جدا سيف ايمن لعيب مهاري جدا وبيمتاز بالسرعه. لما اروح مثلا فرقه بتلاقي مثلا ماتش مثلا مع اقرب شويه على اساس الملعب، ممكن اروح الاقي ملعب صغير. طب انا سيف ايمن ده راجل سريع
يعني ده طرف عندي بستغله في السرعه. بسمع بيقولوا لي ان من اللعيبه ما شاء الله المميزه، من المميزين بيتصعد كمان مع 2004. بيتصعد هو سيف الطيب. سيف الطيب دايما بيتصعد. لما انا مثلا واحد زي ده ما اروح الاقي مثلا ملعب كنس شويه وصغير، طب ما ده عايز مساحه، ده عامل زي محمد صلاح كده بالكوره بيخلق لي فرص من ناحيه اليمين. فده برده بيكتفني انا شويه. الاقي مثلا اكتريه الملاعب دلوقتي حتى اللي بره بتبقى ملاعب اللي هي الصناعي الترتان. فدي برده ما بتبقاش زي النجيل الطبيعي. فانت برده الاولاد مش واخد عليها قوي، عشان انت كل يوم بتتمرن على نجيل طبيعي، لما تيجي فجاه تلعب على نجيل صناعي برده الاولاد مش واخده. في مثلا ملاعب بتكون سيئه بقى شويه، ولا طبيعي ولا صناعي، بتلاقي نفسك بتلعب على يعني حته تراب وحته نجيله، حته. فدي برده الكوره ما بتبقاش متساويه فيها، او انت بتلعب الباص حتى اللعيب المهاري اللي عندك يعني قليل قوي لما مش قادر. وخلي بالك ممكن كمان تعرض المواهب دي للاصابات، اصابات كتيره جدا. انا حصل لي السنه دي اصابتين. عندي معتز ده من اللعيبه الرجاله جدا ولعيب هايل وجوكر وبيلعب في كل حته. ده اتعرض لاصابه وحط رجله في كبيره حوالي 3 اسابيع. عندي يوسف ثروت من السردباكات الهايله برضو بسبب الملعب اتجبس وقعد شهر. فالاصابات دي طبعا وارده. وانا من هنا بضم صوت لصوتك واتمنى من المسؤولين سواء في منطقه القاهره او كمان في اتحاد الكوره، لازم يكون في لجنه تطلع تعين كل ملاعب الناشئين سواء في المناطق او الجمهوريه، عشان نقدر نحافظ كمان على المواهب الموجوده داخل قطاعات الناشئين. كابتن اينو، عايز اخدك بقى لزيارات الكابتن محمود الخطيب السنه اللي فاتت والسنه دي، متكرره دايما لقطاع الناشئين والمسانده، ودايما في اجتماعات مع المدربين ببدايه الموسم، ودايما في اجتماعات متكرره مع اللاعبين اثناء الموسم. شايف الزيارات المتكرره مع الكابتن محمود الخطيب دي ازاي؟ اكيد طبعا دي حاجه مهمه جدا، سواء لينا انت كمدرب في القطاع، لما تلاقي الكابتن محمود الخطيب طبعا قيمه كبيره ورئيس النادي اللي هو مهتم بالقطاع وبيجي لك. يعني يمكن السنه اللي فاتت اول سنه ليا في النادي كمدرب، اول يوم اتجمعنا فيه لازم الكابتن محمود كان يكون متواجد، واجتمع بكل المدربين بتوع القطاع. دي لوحدها بتديك دافع اللي انت بتبدا الموسم. وانت دايما بيقول لك احنا مساندين ليكوا، احنا بندعمكوا، مع الكابتن فتحي طبعا وكابتن هشام وكابتن اكرامي. فلما بتلاقي الاداره برضو في ظهرك ودايما معاك وبيجي لك بنفسه في اهل مدينه نصر واجتمع بينا، دي اكيد حاجه كبيره جدا. نفس الحكايه السنه دي الكابتن محمود الخطيب حضر، رغم يعني بتمنى له طبعا الشفاء من عند ربنا طبعا. وكان قبل ما يسافر عشان موضوع العمليه. وجي وهو يعني مش عايز اقول لك وهو تعبان، بس الراجل حريص على شغله وحريص اللي هو يعمل الاجتماع بتاع كل سنه المتكرر. فطبعا انا من هنا بشكره جدا وبتمنى له الف سلامه. فاعتقد ان دي بتبقى حاجه قويه وحاجه حافز لينا كمدربين وللعيبه طبعا. طيب وايضا دور الكابتن فتحي مبروك، يعني انت قلت كان في كلامك في البدايه دايما علاقه الكابتن فتحي مبروك، كابتن اكرامي، كابتن هشام حنفي، المسؤولين عن القطاع دايما علاقه جيده ودايما بيتابعوا المباريات كمان طبعا مع قطاع الناشئين مع كل الفرق كمان. لا هم كمان بعيد عن الكوره، يعني كابتن اكرامي، كابتن فتحي، كابتن هشام دول اخواتنا الكبار. لو في اي حاجه يعني انا في معزه بيني وبين الكابتن فتحي، حتى لو في اي طلب ما بيتاخرش عن حد. يعني عن اي فرقه عايزين كور جديده يا كابتن، يعني انا على المستوى الشخصي موضوع اللبس يا كابتن عايزين لبس، راح مطلع لبس. عايزين يا كابتن كور، كانت في كور بنتمرن بيها بتاعت السنه اللي فاتت. رحت له دخلت له، الراجل بصراحه ما بيتاخرش كل حاجة. قال لي كور، راح مطلع على طول كور للفرقه 2005 السنه دي. كابتن اكرامي دوره واضح جدا مع الحراس والمدربين الحراس، غير اللي هو كل مباراه حتى لو بره بيحضر كل المباريات. فكابتن هشام حنفي، كابتن هشام حنفي وكابتن فتحي وكابتن اكرامي بيروحوا كمان السفريات، لما بيبقى مثلا مباراه في اسماعيليه، في اسكندريه، في السويس، بتلاقيهم بيسافروا. فبصراحه الثلاثه ما بيسيبوش اي فرقه، مش فرقتي انا بس، اي فرقه في القطاع كل الفرق مساندين وداعمين ليهم. فبصراحه انا بشكرهم من خلالك يا كابتن اسامه، ودايما موفقين، واحنا ان شاء الله نكون عند حسن الظن كمدربين وكالفرق، نكون عند حسن الظن ان شاء الله. انتوا دلوقتي فتره راحه صح؟ لا بنتمرن بس يعني ايه، عارف الاولاد عشان فتره امتحانات له فتره اعداد مصغره كده. بنتمرن مثلا 3 ايام 4 ايام لغايه اول مباراه، يعني يوم تقريبا 24 او 25 او ماكسيمم هيبقى مثلا 1-2 عشان بعد الامتحانات. ممكن الدوري تاني يستنى في 1-2. ممكن، هو لسه ما جاش حاجه رسمي من المنطقه، بس اعتقد اللي هو ما يقدروش ياخروا عن كده، عشان تعرف ممكن لو اخروا عن كده عشان الامتحانات هيضغطوك في الاخر، ممكن تلعب مثلا ماتشين في الاسبوع ولا حاجه. يعني انتوا الفتره دي فتره تدريبات ومباريات وديه. تدريبات ومباريات وديه بس. طيب، لازم بننهي كل اسبوع بمباراه وديه. طيب عايز اخدك برضو لعمليه التصعيد، عمليه التصعيد داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كله، يعني في عمليه ترحيل
يعني فريق 99 بياخد من 2000 و2001 وعمليه التصعيد دي موجوده، موجوده ايضا في فريق 2005 برضو موجودة. ممكن يستعين بلاعبين من 2006؟ لا 2006 لا ما ينفعش دي يعني لغايه 2006 لسه ما بيلعبوش دول براعم. لا دول ما بيلعبوش لا فاحنا ما ينفعش، لكن اخر حاجه 2004 ياخد من 2005 يعني انا اول فرقه يعني انت اللي بتصعد انا اللي بصعد انا عندي كابتن ياسر ريان وكابتن عبد الله فاروق اللي ماسكين 2004 دايما بياخدوا من عندي اثنين لعيبه ثلاثه لعيبه، اخر مره سيف ايمن اتصعد هو سيف الطيب لا في ناس كويسه مبشره. ال 2004 بيدي ال 2003 كابتن محمد سعد وكابتن شريف عفاضين، ال 2003 بيدي ال 2002 فاحنا دايما كلنا في الاخر لازم بنخدم النادي الاهلي اي فرقه عايزه حد، وكابتن فتحي يعني لازم نستاذن طبعا كابتن فتحي الراجل ما بيتاخرش وكل يعني عمليه التنسيق دي دايما موجوده موجوده. وفي بقى ميزه اللي كل المدربين بتوع القطاع يعني متعاونين كويس، ما ينفعش انا كابتن اسامه مثلا ماسك 2004 عايز من عند اينو مثلا اثنين لعيبه عنده نقص مثلا اصابات او لعيب موقوف وعايز حد من عايز. انا ما ينفعش اقول له لا ما ينفعش، اولا انا بخدمك وبخدم النادي ثانيا دي بتبقى حافز للعيب اللي عندي اللي هو بيتصعد فالولد برضو بيبقى رايح مبسوط حتى لو مش هيلعبه او حتى مش هي يعني مش هيبقى ليه دور قوي، بس يكفي اللي انت بتصعد دي في حد ذاتها للولد ولزمايله اللي انت يعني بيبقى في حافز عندهم قوي اللي انا في اي وقت ممكن اتصعد. طيب عايز اتكلم بقى عن حاجه دلوقتي موجوده يعني ما ينفعش نغفلها دلوقتي في الزمن اللي احنا عايشين فيه، هي عمليه السوشيال ميديا. دلوقتي الولاد الصغيره برضو بتقدر تتعامل على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستجرام، برضو تقدروا تتواصلوا مع الولاد ازاي يستخدم فيسبوك وانستجرام وتويتر، وبيبقى ليكوا برضو كلام مع الولاد عن طريق السوشيال ميديا برضو. بص هما دلوقتي يعني انا يعني بالنسبه لفرقتي طبعا كل الناس كل الجيل انا ولادي 10 سنين و9 سنين وكل الناس دلوقتي انت عارف التكنولوجيا دلوقتي غطت على الناس كلها ممكن انا مثلا ولد عندي لو لقيته مثلا سهران بالليل ولقيته مثلا اونلاين فاتح اروح نام يا ابني انت لسه صغير يا ابني انت هتسهر من دلوقتي امال لما تكبر هتعمل ايه بس هما الولاد دايما يعني انا بقول لك هما سلوكا دايما في كلام وتوعيه طبعا دايما ده دورنا دايما الكابتن احمد سمير بيتكلم معاهم وانا دايما بتكلم معاهم ولما بيشوفوا القدوه بتاعتهم تتكلم معاهم اصل هما في الاول وفي الاخر ده زي ولادك او زي اخواتك الصغيرين صح اللي انت دايما بعيد عن الكوره، الكوره موجوده والموهبه موجوده وماشي كويس الحمد لله وماشي اول وبتكسب فانت عليك دور تاني جامد جدا التوعيه لما بتشوف حاجه غلط بتوعيه حاجه ما ينفعش تعمل لازم تقول له ده واجب عليك في النادي زي المدرسه ليها دور النادي ليه دور تمام فانت برضو واجب عليك اللي انت دايما بتنصح ودايما بتوعي والولاد بصراحه يعني عندهم حته القابليه دي يعني موجوده عشان الولاد كلهم من بيت نظيف كويس وكلهم بيستوعبوا بسرعه ودلوقتي كلهم بقوا فاهمين فهو كل ولد دلوقتي حاطط في دماغه اللي انا عايز ابقى نجم شايف محمد صلاح قدامه وشايف ده قدامه وشايف ده فكل واحد دلوقتي عايز يوصل فانت مش هتوصل الا وانت ماشي صح طول ما انت ماشي صح هتوصل وده دايما بقول لهم وانت بتتكلم مع محمد صلاح ما شاء الله عامل يعني بنبارك له النهارده احرز هدف الثاني في فوز ليفربول على مانشستر يونايتد وكمان يعني بياخدوا خطوات لحسم الدوري الانجليزي هو حسموها خلاص زي الاهلي الرابع هم زي الاهلي خلاص حسموها ان شاء الله بتضرب دايما المثل بمحمد صلاح أكيد محمد طبعا. صلاح كان واحد من اللي اتربوا داخل قطاعات الناشئين وفي نادي المقاولين العرب لعب في بطوله منطقه القاهره لعب في بطولات الجمهوريه يعني واحد زيهم دايما بتضربوا المثل محمد صلاح وخصوصا محمد صلاح لما تضرب بيه المثل قبل ما تضرب بيه المثل في الكوره واللي ما شاء الله وصل له ربنا يزيده لا انت تضرب بيه المثل في بدايته اللي ده كان راجل شفت اللقطه دي يا كابتن اينو دي النهارده في مباراه النهارده وده العلم المصري مرفوع في مباراه النهارده ليفربول ومانشستر يونايتد حاجه يعني تدعو للفخر انك انت النهارده مصري وموجود في اكبر المحافل العالميه وعالم بلدك يكون طبعًا. موجود لا صلاح ما شاء الله يعني عامل لنا شكل وعامل لنا وضع وربنا يكرمه عشان هو بتاع ربنا وعشان ماشي كويس وبيراعي ربنا في شغله اكيد ربنا بيكرمه ودايما زي ما بيقول لك ايه اللي بيتاجر مع ربنا ما بيخسرش تمام فانت صلاح لما بتدي مثال ليه للولاد الصغيرين دول قبل ما بتقول هو بقى كده من ايه مش من فراغ حاجات كتيرة جدا تعب وشقي وينام بدري ويصحى بدري عشان تمرينه وبياكل كويس وبيذاكر كويس وبيراعي اهله ووالدته ووالده الحاجات دي كلها لازم ربنا يكرمك لكن لو واحد ماشي مش زي صلاح
عمر ما ربنا يكرمك. فانت قبل ما بتتكلم على الكوره لازم تديهم مثال عشان شخص. يعرفوا اللي النجم ده وصل ازاي. برافو عليك. يعني النجم ده مش من فراغ، هو ما طلعش يلاقي نفسه نجم. انا ما طلعتش لقيت نفسي نجم ومعروف. ابو تريكا، وائل جمعه، الناس دي كلها، محمد صلاح، تريزيجيه، في تضحيات كتير لازم تقدمها، لازم تضحي ولازم تتعب. صلاح انت لو شفت قصه حياته، وانا دايما بقول لهم لما يقعد في القطر 5 ساعات رايح و5 ساعات يجي عشان كان يجي لنادي المقاولين، ويصحى من بدري من الفجر عشان يجي يحضر التدريب، الحاجات دي كلها ليه؟ لازم ربنا يكافئك في الاخر. غير نومك بدري، غير بتود اهلك، غير علاقتك كويسه، لسانك كويس مع الناس، متواضع، بتصلي قريب من ربنا، الحاجات دي اعتقد اللي هي لازم ربنا يكرمك في الاخر. اخيرا طموحات الكابتن معتز اينه بقى في التدريب؟ بص يا كابتن اسامه، انا طبعا زي ما الواحد ربنا كرمه وعمل اسم كويس في الكوره وطلع بشكل كويس وسمعته كويسه الحمد لله في وسط المجال كله، تمام. اتمنى ان انا ربنا يكرمني واعمل حاجه في التدريب، وده اللي انا ناويه، ودايما باخد دراسات وبجيب تدريبات من على النت، وبحاول دايما اتثقف واتعلم. انا لسه دي تاني سنه ليا في التدريب، فان شاء الله انا عندي حلم كبير في التدريب وفي امثله كتيره، واتمنى ان شاء الله في يوم من الايام اللي انا اكون مدرب ناجح وعامل اسم كويس في التدريب. واي حد يتمنى اللي هو طبعا يطلع فريق اول ويمسك النادي الاهلي، دي شرف لاي حد طبعا. وانا شخصيا يا كابتن معتز بتوقع لك ان شاء الله في يوم من الايام هتكون مدرب ناجح. شرفتنا ونورتنا. سعيد جدا لما موجود معك يا كابتن اسامه النهارده، وكنت وحشني، وسعيد ان انا موجود في قناه النادي الاهلي. في النهايه بشكر ضيفي اللي كان مشرفني ومنورني النهارده، كابتن معتز اينو. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على الف خير.